بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. بحول الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم رب ارحمنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر سبحان الله الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر بسم الله والله وفي سبيل الله وعلى آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم أنت الله أركان الهدى وانفصل أنت والله الهوة الوثقى قتل علي المرتضى قتله حشد الأشياء قتل علي المرتضى قتله عشق الاشقياء تهدم عند الله اركان الهدى وانفصم عند الله العروة الوثقى. ثم حملوه إلى الدار عليه السلام. بسيت واسمع بسم صياع ظهر المصر الفجر عدو الله ألم أحسن إليك
فقال ابن الجن: بلى. فقال الإمام: فما حملك على هذا؟ فقال ابن الجن: لقد شحذت سيفي 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال الإمام: لا أراك إلا مقتولا به يا عدو الله، ولا وإني أراك شر خلقه. ثم قال الإمام عليه السلام لولديه الحسن والحسين: بني حسن بني حسين، النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلك، وإن بقيت رأيت به رأي. ثم أوصى أهل بيته وأجيال الأمة الإسلامية في المستقبل: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوية عنكما، وقولا الحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاة ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، الله الله في الأيتام. وفي الليلة 21 قرب أجل الإمام وأسفل يديه ومدد رجليه ورشح جبينه وقال: رفقا بي ملائكة ربي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمدا رسول الله. وهنا فاق الإمام الحياة. فقام الإمام الحسن عليه السلام بأخذ ثأر أبيه وضرب عبد الرحمن بن ملجم ضربة بضربة. واجتمع الأيتام وجاء الإمام عليه السلام الإمام الحسن وضرب عبد الرحمن ضربة بضربة وأداه أهلا إلى جهنم وبئس المصير. وخر عنه وعنده الإمام عليه السلام اجتمع اليتامى والأرحمة أيما القلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. حيدر يا ابويا العيد لنا ابويا لنا ومتعودين انت تنشى منا ابويا شمنا شمنا ويا محلى العمر وياك جنة وعلى ابويا حلوة يا ابنا حلوة يا ابنا وكل معاك Yeah.
ولا